and the velocity gradient. المرة اللي فاتت قلت لك ان الترم ده اللي هو ال dv، فاكرين اللي هو ال dv by dy اسمه ايه؟ ال velocity gradient. هو مدالك صريحة على طول ب 6000، تمام؟ if the يا specific دكتور لو gravity. سمحت بس، اتفضل. يا دكتور هو أنا فاهمها بس في نقطة حتة بس مش فاهمها، يعني جزئية في المسألة مش فاهمها. طيب قولي بسرعة عشان نقلب على بعضه. تمام، الحتة بتاعت النيو بتساوي النيو على الرو، هو لف هنا ضرب 9.8 في المقام. ضرب 9.8 ليه؟ اه بص معايا، هو هنا الميو هنا بإيه؟ نيوتن على متر تربيع في ثانية. نيوتن. هي اعتبرها كأنها هنا الرو في الجي عشان يخليها تعادل النيوتن، فاهم؟ يعني فاكر في أول محاضرة، كان أول محاضرة كان عبارة عن إيه؟ الجامعة كان بتاعت عندي الجامعة صح؟ الجاما بتساوي رو في الجي مثلا، قلت عشان عندي دي في حالة بس النيوتن، فكانت الجاما بتاعتها 9810، كأن ضارب الكيلو 1000 في 9.81، هي أكنها كده. على فكرة برضو هي ما اتضربتش صح، لأني في مسائل بعد كده هتلاقي ان الكيلو ده برضو حاجة مشتقة من النيوتن، تمام؟ تمام. فماشي تمام برضو، ماشي حلو السؤال ده. طب ماشي دكتور هنسأل برضه، ايه اتفضل. احنا قلنا ان الفيلوستي جريديانت فيلوستي ولا جريدينت فيلوستي، هي اسمها هنا في المسألة فيلوستي جريدينت، فيلوستي؟ مديها لك القيمة كلها بدي واي 6000، تمام؟ ليه ما مديها لك قلناش؟ دي مسألة، دي نوع من المسائل، مش ليه ما طيب قلناش؟ هو مش يعني في مسائل واحد، تاني بعد شوية هتيجي فيلوستي وهتيجي الواي، فاهم؟ فبس هو ليه ما لهاش واحدة؟ يعني مش هي المفروض وحدتها سكن ماينس 1؟ ماشي معلش. ماشي بس معلش، بص اصل في حاجة هنا غريبة من دلوقتي، اللي فتح الصفحة دي عشان محملاها من الفايل، فمش فاتحها، مش عارفة اكتب عليها يعني، ماشي غير محاضرة النهاردة، فاهم؟ عشان أنا على الجهاز الأكاديمية مش الجهاز معايا. ماشي تمام، ليها الوحدة دي. ماشي نكمل. دكتور معلش ثانية، بتاعت ايه قانون ثابت الانتقاضية اللي هو كي بيساوي دلتا بي على دلتا في على ار، ايه الار بتاعت ايه؟ فين دي؟ هو قانون ثابت الانتقاضية. تقديم قوي يا راجل، يبقى نشوفها دي بعدين. ماشي يا دكتور. تعالوا نشوف هنا، لا نشوفها، ارجع لك بص اخلص وارجع لكم عشان توضح كده ان انتوا داخلين تاخروني عشان ما اخلص. عندي هنا بيقول لك ابستون، بستون يعني مدبس، مدبس احنا بنشتغل طبعا شغل هيدروليكي، فاكيد اي مدبس هيدروليكي او هيدروليك جيت او هيدروليك ليفت، كل ده يعني مكابس. مدبس زي ما انتوا شايفين كده منظره، اكني دايره بتدور في دايره تاني. بيقول لي الديامتر بتاعه اللي هو المدبس ده ذات نفسه 11 وايه 96 سنتيمتر ديامتر، 14 ايه الطول بتاعه، بيقول لي 14 سنتي لونج ووركس ان سلندر 12 سنتي، يعني ده مدبس بيلف زي ما قلت في مدبس، يعني مع ماسوره بتلف جوه ماسوره كانها يعني كده. بيقول لي اف ذا لابريتيتد اويل، بيقول لي ما بين الماسورتين دول او المربس والماسوره اللي بره الجسم اللي بره ده، بيقول لي اللابريتيتد يعني اللي هو مغلف بالزيت، يعني حاجه زيت كده مغلف الحبيبات اللي هو ايه عشان اللزوره زي ما انتم عارفين. بيقول لي ويتش فاليز ذا سبيس بتوين ايه زم، اللي هو مبني ما بين الاثنين، ما بين الماسوره دي والماسوره دي، في سائل الفيسكوستي بتاعته 0.65 بواز. calculate the speed with the piston will move through a cylinder. عايز يحسب السبيد اللي هي ال v بقى which is the, إيه؟ the piston is move. بيقول لي when the axial load، عندي ال axial load بتاعي عليه ال f ده اللي بيحركه ايه بوينت ايه 86 كيلو جرام. عندي اول حاجة هنتكلم بسرعة عن الفلتر، المرة فاتت كان عبارة عن ايه؟ قلت عندي الفيسكوستي او اللزوره دي بيبقى عندي زي رسم كده او ماسوره بيحتك بين ماسوره تانيه، بس عن طريق ايه اللي انا حاطط سائل لازر يعني بيغلف ايه ما بين الطبقتين دول عشان يقدروا يعملوا ايه، يولد لي حاجه اسمها الشير ستريس زي ما انتوا فاكرين. قلت عندي
القانون بتاعي بيساوي التاو بيساوي الفورس على الاريا بيساوي الميو في الفي على الواي. ده القانون بتاعي. بيقول لي شير ستريس التاير ده هو تاني، وانا خدت اي ترمين مع بعض عادي، وانا هقول انا عندي هنا الفورس مداني فوق وعندي الاريا، هعرف اقربها الاريا المحتكه فقط اللي هي كانها ايه باي دي في ال، يعني باي دي اللي هو المساحه الجانبيه في الطول البث المحتك بس، بقى باي دي في ال الاريا جبتها بسنتيمتر سكوير. بيقول لي بعد كده الميو ثابت مديهولك عندك، هو بيقول لك صريحه كده الفيسكوستي 65 بوز. تمام، الفيسكوستي دي انهي واحده بقى؟ الفيسكوستي دي انهي واحده؟ حد يرد عليا كده؟ كانتكس. 65 ال 65 بوز دي ايه؟ كانتكس. نعم، الكانتكس الكايناماتكس ولا الديناميك؟ لا كايناماتكس. يبقى هي الميو، الميو 65 بوز. الميو عندي 65 بوز. بقول لك هنا كالكوليت ذا سبيد، هنا ما حكمتش. بص خلي بالك، انا كل المساله ماشيه بالسنتي والبوز كده، البوز ده داين صح كده وسنتي. تمام، ايه الحاجه الوحيده الوحده مختلفه؟ اللود بالكيلو جرام. سهله دي، ينفع احولها اللود بالسنتي؟ ممكن، بالكيلو جرام ممكن. بقول هنا اول حاجه اقول فورس على الاريا بيساوي ميو في الفي على الواي. الفورس على الاريا اهي، الفورس 0.86 في 1000 عشان هحولها للجرام. تمام، في 981 عشان احولها للداين. فاكرين تحويلات على الاريا اللي انا جبتها فوق الترم ده كده تحويلاته مظبوطه، بيساوي الميو صريحه كده في الفيلوس اللي عايزها على 0.02. ده منين 0.02؟ انا قلت المره اللي فاتت في الشرح بتاعي في حالات عشان اعرف حاجه اسمها مسافه الواي او الكليرنس ما بين المربز ده والجسم ده. الواي، الواي بتاعتي هنا بجيبها عن طريق ايه؟ الديامتر، بطرح الديامتر من بعض واقسمه على الاثنين، يبقى واي بتساوي دي 2 ناقص دي 1 على الاثنين. جبت مين؟ جبت الواي بتاعتي، عوضت بيها في المساله، جبت الفيلوسيتي بمين؟ بسنتيمتر بير سكند. تمام، دي نوع من المسائل ومهمة جدا. عندي بعد كده يا وانا عندي مسألة على المية، بصوا عليها دي عشان ايه مضيعش وقت فيها، برضو انا يعني عايزاهم معايا بس ايه مش زي التانيين قوي. عندي مسألة على المية، عندي بليت اهو، البليت ده زي ما انتم شايفينه بيتحرك بزاوية، الزاوية حللتها كوزين، وطبعا عشان على المية ففي تأثير الوزن معايا الويت بتاعي. بيقول لي تاني الاسلوب، الاسلوب ده عشان اجيب منه مين؟ عشان اجيب منه السيتا. بيقول لي 5 فيرتيكال و12 هوريزونتال. بيقول لي كفرد ذا ثيكنس اوف اويل 1.5 سنتي. ثيكنس اوف اويل يبقى دي مين؟ 1.5 اللي هي مين؟ الأول. صريحة كده اللي هي مين؟ الواي. برافو عليك، تمام، هي صراحة هي ثيكنس واي، أو يقول لك كليرنس يبقى هي الواي. ذا دايمنشن اوف بليت اريا خلاص مديهولك، خلي بالك هنا 1.5 سنتي وهنا في متر في متر وهنا كيلو، فخلي بالنا من الوحدات. بيقول لي عايز هنا مين؟ الفيسكوستي اوف ذا اويل وين ذا بليت موفز. الفيلوستي بتاعتي عشان يتحرر ده ايكوال كام؟ 0.3 متر بير سكند. تعال نشوف كده، مديك الاريا، مديك الويت، مديك مين؟ الفيلوستي. اول حاجه عشان قلت لك من ال 5 ل 12 هنجيب مين؟ هنجيب السيتا عشان نحلل ساين وكوزين. تمام، لان القوه اللي بتخليه يتحرك هو مين؟ مركبه الوزن بتاعي. يبقى كأن الفورس هنا بيساوي مين؟ بحللها في صوره الوزن، هتساوي ال W ساين سيتا، معايا السيتا ومعايا ال W، وجبت الفورس، فورس على الاريا عاديه جدا اهي، الاريا واحد في واحد ماشي، بتساوي الميو اللي انا عايزها. هو حول بقى، انا حولت هنا المتر، ها يبقى قسم على ايه؟ الفيلوستي، قسمها هي بالمتر الفيلوستي، احول بس مين؟ احول الواي بالسنتي اقسمها على 100 اللي هي 10 اس ماينس 2 دي يعني على 100 عشان احولها ايه كلهم يبقى بالمتر. جبت الميو اللي هي بتطلع 0.288 كيلو جرام في متر في سكند، سوري، على متر سكوير. جبنا الميو، تهيألي مفيش اسهل من كده مسائل. المساله الجايه دي مهمه جدا، بصوا معايا. بيبقى عندي تو سنتر سلندر، عندي اتنين سلندر زي ما احنا متعودين اهو. بيقول لي اوف 6 اند 6.0
انش دايمتر، يعني ايه؟ واحده 6 والثانيه 6.4، يعني الصغيره اللي جوه 6 والثانيه 6.4 انش. خلي بالكم الوحدات انش. هاف اويل بتوين ذم، محطوط اويل، احنا عارفين اي مدبسين او اي هيدروليك جامب ده او هيدروليك ليفت شغل مكابس، يعني ايه ماسوره بتمشي في ماسوره، فلازم يبقى في سائل ايه مغلف زي ما قلت. اذا 6 انش سلندر از 2 فيت لونج، بيقول لك ان السته طبعا انا عارفين مديني 2 فيت لونج اللي هو مين؟ الطول المحتاج. يبقى بيقول لي اللي هو الديامترا 6 ده مديك الطول بتاعه، طبعا انا عارف اللي هو لازم يدوني 2 فيت لونج. اف اتورك اوف التورك بتاعي بيساوي ايه؟ 1 باوند فيت ابلايد اون ذات سلندر روتيت. انا قلت المره اللي فاتت على حته روتيت دي بتلف ات 120 ار بي ام. كالكوليت ذا دايناميك فيسكوستي، عايز مين؟ عايز الدايناميك فيسكوستي. تمام، تعالوا نشوف واحده واحده. يا دكتور لو سمحت. نعم. هنا التورك ازاي ال بي على في فيت؟ التورك بيساوي ايه؟ مش التورك اللي هو عباره عن الاف على ايه؟ لا التورك لا مش الاف على ايه، التورك بيساوي الفورس في الار او فورس في اللينز. فورس في اللينز. تمام ماشي. هي مكتوبه هي هتبقى ار هنا. تمام؟ تمام ماشي. تعالى نشوف اول حاجه، دي مهمه، المساله مهمه مهمه مهمه. انتوا شايفين كده رسم غريبه وايه ده؟ وحاجه فوق غريبه، فاكرينها دي؟ احنا هنا بنشتغل على انهي سرعه؟ سرعه العاديه اللينير صح؟ هنا يا فاكرين من المره اللي فاتت هنا مديني ايه؟ حاجه اسمها عدد السلندر روتيت بيلف ب 120 ار بي ام، يبقى ده عدد لفات، يبقى لازم اجيب السرعه اللينير من السرعه ايه؟ الزاويه دي. بقول لك 120 لفه في الدقيقه، تمام؟ عشان احولها سرعه عاديه احولها الاول لسرعه زاويه. سرعه زاويه انجلر فيلوسيتي بتساوي ايه؟ 2 باي ان على 60 زي ما اتفقنا. الكلام ده كله شرحته المره اللي فاتت. جبت السرعه اللي هي الايه؟ الزاويه. هضربها في مين؟ فاكرين؟ الراديوس بتاع الايه؟ السلندر المحتك، احنا في السلندر اللي جوه الستة، تمام؟ ضربنا الفيلوستي جبناها ايه زي ما انتم شايفينها، ال 2.54 دول بتاعت ايه؟ حد عارفها؟ لو هو بنحول من فيت لسنتي. من انش، برافو، ماشي؟ يبقى الاثنين دي التحويل بتاعت انش، تمام؟ تحويلة البوصة. تمام يا شباب ولا ايه؟ تمام. ماشي، الواي احنا قلنا هنجيبها ازاي؟ سهلة بقى. الديامتر الكبير ناقص الصغير على مين؟ على الاثنين، عشان هنا في واي وهنا في واي تانية، تمام؟ برضو 2.54 عشان تحويلة الانش، ماشي؟ التورك بيساوي ايه بقى؟ بيساوي الفورس في الار، ماشي؟ الفورس بيساوي ايه؟ التورك معايا هو واحد، كل احنا ماشيين بقى ايه بالفيت دلوقتي. هنحولها ازاي بالفيت؟ انتوا التحويله دي ال 453 دي كانت في اول الورق معاكم، فاكرينها اول محاضره؟ بنحول من باوند اللي ايه؟ اللي ضاين لضاين، تمام ماشي؟ يعني دي تحويله مين؟ دي تحويله الدرام. الدرام عشان اخليها ضاين اخليها فورس، يعني ضربت في ايه؟ 981 في حاله الجرام العجله بالسنتي، يعني ضربت في مين؟ ده مين ده؟ دوت التحويله اللي هي من الفيت. تمام ماشي، تمام كده ظبطنا التحويله، ظبطنا التحويله. بعد كده بقول ان التاو دي او التورك سوري بتساوي خلاص واحد التحويلات اللي ضربناها طلعت الدوتشه دي كلها في بتساوي اسويها بالفورس في مين؟ في الار. الار هو ايه؟ بتاعه الجسم المحتك، ماليش دعوه باللي بره. الجسم المحتك كان الديامتر كله 6، يبقى 3 في 2.54 عشان حاله الانش، تمام كده؟ جبنا الفورس اللي عندي بالداين، هبتدي اعوض عادي. فورس على الاريا تساوي ميو في الفي على الواي، فورس معايا والاريا المحتكه معايا. الاريا المحتكه بتساوي ايه؟
بتساوي المساحة الجانبية عندي اللي هي باي دي في مين؟ باي دي في ال المحتكة بس، يبقى باي في 6 في 2.54 التحويلة في ال اللي هي المحتكة بكام؟ ال قال 2 بس مين؟ 2 فيت، ضربها ب30 و48 عشان يحولها لسنتي. ظبطنا الاريا كلها، هبتدي اعوض اجيب مين؟ اجيب الديناميك فيسبروستي. تمام كده؟ طبعا انت عارفين من المره اللي فاتت ان داين في سكن على سنتيمتر سكوير بيساوي مين؟ بيساوي البواظ. ده المساله دي مهمه جدا، دي مساله عاديه اما يعني ما فيهاش اي حاجه، انا مديها لكم زيها في الشيت، مديها لكم معادله زي السبريشن كده تجيبوا منها الجريدينت فيلوسيتي. تمام عارفينها سهله دي ما فيهاش حاجه. تمام ومديت البواظ الديناميك كام ايه؟ كام بواظ قسمت على 10 عشان احولها لنيوتن. تمام عندي التاو بيساوي ايه بقى؟ الشير ستريس ميو في دي فاي دي واي. انا عملت هنا عملت ايه؟ فضلت ايه؟ فضلت المعادلة 3 وهنا واي تربيع، لما فاضلها بالنسبة للواي تبقى اديني ايه؟ 6 واي زائد 2. تمام؟ معلش يا باشمهندس، هو الباور بوينت اختفى من الظهر. اختفى؟ اختفى ازاي يا راجل؟ من الظهر والله عندي. هو شغال عندي على فكرة، هو شغال عندي. تمام؟ هنعوض تعويض مباشر خالص، جبنا ايه؟ التاو عند مرة الواي بتساوي زيرو، وعند مرة مثلا يا وديتكم مرة التاو بتساوي 2، أي حاجة يعني هديك، يا وأنا عايزاك ترسم لي شكل التشارت التاو مثلا مع الفيلوستي، هديك كذا تاو تجيب عندها. تمام؟ تجيب عندها يعني كذا واي، سوري مثلا واي بزيرو، واي باتنين، واي بتلاتة، تجيب عندها مين؟ ترسم عندها الشير ستريس. تمام كده؟ دي آخر حاجة كانت في المرة اللي فاتت. شايفين المرة دي ولا ايه النظام؟ السلايد باينة؟ باينة يا دكتور. ايوه ماشي هنبتدي. ممكن تعرف؟ نعم. هو انا بس ما بعرفش احول من البواص للفيت مثلا، الموضوع صعب جدا. البواص للفيت؟ اه من ناحية ايه هتحول البواص للفيت؟ البواص بيساوي ايه اصلا؟ بيساوي جرام. جرام؟ لا مش عارف. ده بص البواظ دي ما ينفعش تتحول للفيت اوتوماتيك، هي البواظ قيمه يعني فيها وحده فورس وحده طول عادي. تمام؟ البواظ بتترافق مين؟ مش هي دي الديناميك فيسبروستي اللي هي الميو؟ اه البواظ بتساوي مين بقى؟ بتساوي سامعني؟ اه سامع حضرتك. البواظ بتساوي مثلا جرام ماشي؟ تمام. على مين؟ على سنتيمتر في سكند، ده البواظ صح؟ تمام. ماشي، أنت عايز تحول إيه دلوقتي؟ يبقى أنت لازم تحول، عشان تحول لحاجة فيها فيت، يبقى تحول أول حاجة الجرام ده للباوند، صح كده؟ تمام اه. ونحول ال قول معايا السنتيمتر للفيت. للفيت وبعد كده 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 تحول. بعد ايوه فانت التحويله دي بقى ارجع لاول محاضره، لاول محاضره، اول محاضره خالص فيها التحويلات، هتلاقي كل ايه كل التحويلات عندك في اول محاضره. تمام؟ ماشي. بس هي ما ينفعش تحول من فيت لبواظ، لا دي حاجه ودي حاجه، البواظ في جرام هتحوله باوند، والسنتي تحولها لفيت. تمام ماشي شكرا. تمام؟ نبتدي بقى، عايزين نتكلم شويه النهارده حاجة اسمها مين؟ الفلويد ستاتيك بتاعي. الفلويد ستاتيك بتاعي يعني أنا كل الفلويد اللي أنا كنت بدرسه ده الموائع مين؟ لسه بدرس الموائع الساكنة صح؟ بركز على الموائع في حالة السكون. تمام؟ وببتدي أشوف القوة المسلطة على المائع ده في حالة لما تكون مثلا القوة عمودية من كل الجوانب زي ما أنتوا خدتوا.
المره اللي فاتت يا وانا كنت قلت لكم حاجه كده وانتوا تقريبا ايه ما يعني ما خدتوش بالكم قوي. قلت لكم المره اللي فاتت اللي انا بعامل الشير هو القوة برضو بيساوي الفورس على الاريا صح، بس الشير قلت لك اللي هو مش الفورس العموديه، ده اللي انا قلته المره اللي فاتت. هنا بقى تعالوا ايه، الشير يعتبر كان ادهاء قوه راس. هنا بقى البرجر، بقى البرجر ده لا ده فورس ايه، فورس عموديه مسلطه على الجزيئات مثلا السائل. بقول لك هي الفورس دي هي القوه المسلطه على الجزيئات المائع مثلا. بقول لك is very important measurement، هي يعتبر اهم حاجه في مين القياسات بتاعتي او اللي اهم حاجه كقياس بريشر. هو بيقيس لي كل حاجه، بيقيس لي في العمليات اللي هي العمليات التصنيع، بيخش في كل حاجه معايا، بيخش مثلا في زي ما انت هتشوفوا حاجات هيدروليكيه، بيخش مثلا في قياسات في وحدات التكييف، في اي حاجه في البيت، في العربيات، هو اللي بيمشي كل ده بريشر، كل ده ماشي الحاجات دي عندي بمين؟ بالبريشر بتاعي. تمام، ده هو مين؟ ده البريشر. قلت البريشر هو بقى ده قوه ايه مبذوله على وحده مين؟ على وحده المساحات. تمام كده؟ تعالوا نشوف بقى البريشر ده برده ممكن بعتمد عليه في محطات توليد الكهرباء، محطات مثلا لو عندي جهاز اريست الدكتور اللي هي جهاز الضغط، كل ده بيقول ايه بضغط البريشر عندي. عندي مثلا لو انابيب تربونات وهكذا. بقول لك عندي الفورس بتاعتي البريشر سوري بيساوي ايه؟ البريشر زي ما انتم شايفين بتساوي الفورس على الاريا. تمام، ادي زي ما انتم شايفين الاشتراك بتاعها تاني، الفورس اهي اف في طلعت الاريا دي فوق ال ماينس 2، خلصتها مع بعض زي ما انتم شايفين بقيه الدايمنشن بتاعتها ام ال ماينس 1 تي ماينس 2. ده مين؟ ده البريشر بتاعي، يبقى هي القوه المبذوله على وحده المساحات عندي. بقول لك بعد كده يا وانا في حالات الايه اليونتس بتاعتها بقى، بقول لك البريشر الحاله الشهيره بتاعتنا اللي احنا بنقيس بيها، بقيس بحاجه اسمها مين؟ بالباسكال. الباسكال اللي هي ايه؟ بتكافئ نيوتن على المتر سكوير. لما قسمناك على 1000، الكلام ده على 1000 بقى بالكيلو باسكال. بعد كده لما اقول لك عندي دي الميجا باسكال، تمام؟ عندي بعد كده البار بيساوي ايه؟ 10 اس 5 باسكال. ماشي، البار بيساوي 10 اس 5 الباسكال. عندي بعد كده بقول لك ان لما يجي يقول لك ان الضغط مثلا بوحده ملي متر اوف اتش جي، يبقى انت تبقى عارف ان ده مين؟ الميركوري ستيبر، يبقى ده مثلا 76 ملي متر اوف اتش جي، يبقى 76 ملي ستيبر. تمام، بقول لك طبعا ان انت هتاخد معاك ايه يو متر من الوتر، تاخد حساب ان انا باخد احتياطي اللي انا كل حارتي هنا كانها بضرب في متر طولي جون. عندي بعد كده برضو ايه هو تعريف الهيدروستاتيك، اهو بقول لك هي الايه ستادي البادي الفلويد بوديز الاجسام ات ذا ريست موفينج سلولي. تمام، كل ده مين؟ زي ما هنشوف الهيدروستاتيك ازاي هنبتدي نعرف ما فيهوش ايه نو شير ستريس. يعني انا ممكن هنا اسالك ان الهيدروستاتيك ده اجيب لك كده اختيارات شير ستريس، مثلا نو شير ستريس، مثلا اي حاجه تاني. طبعا انا بقول لك صراحه اللي هو ما فيهوش ايه نو شير ستريس. تمام، بقول لك هنا الاونلي بريشر فورسز فور اكتنج بالبرندكور عموديه على مين؟ اني سيرفيس. زي ما احنا قلنا من شويه هي القوه العموديه على سطح مين؟ سطح السائل بتاعي. بيقول لك بدرسها في حاله الفلويد ستاتيك، بيقول لك ايه فيريشن بيتغير البريشر اند فيريشن بيتغير از فلويد. ماشي، بقول لك ال the study of pressure forces on finite surface. تمام، كل ده ايه زي مقدمه شويه ايه الفرق بين هيدروستاتيك بريشر وايه اللي بيحصل فيه وايه نتيجته مع الشير ستريس اللي هي ما بتاثرش معايا فيه. تمام، عندي طبعا ده الحالات اللي احنا هناخدها معايا، بس طبعا تقريبا الطفو ده مش هدور ده المرات الجايه. يعني عندي بقى ايه، تعالوا نشوف بقى حاجه كده. انا بصوا عشان انا عارفه الدنيا ما صعباش عليكم، هي كان في اثباتين انا شلت واحد خليت السهل وشلت اللي هو الطويل شويه، الاثنين سهلين ان شاء الله. يعني
بقول لك كده يعني، انت بتقولي انت بتدرسي الفورس صح كده على مائع او سائل ميه اي حاجه اي فلويد يعني. بقول لك هنا لو انا خدت مثلا مكعب من فلويد او بريزم من فلويد اي نطفه كده يعني نقطه ميه زي ما انتم شايفين خدتها نقطه من التانك كده حلو كده، عايز فعلا اشوف ان السائل بيبقى ساكن اشوف تاثير الضغط عليه، هل ان البريجر صريحه هي مكتوبه ذا بريجر ان ذا سيم، البريجر ان ذا سيم ان اول دايركشن اد ا بوينت ان اي ستاتيك فلويد، عايز اشوف فعلا اثبت ان البريجر هنا يوم من الجنب ده هو من الجنب ده هو من الجنب ده هو من كل الجنب ولا بيختلف، عايزين نثبته. بقول لك خد بريزم الميه او قطره ميه كده زي ما انتم شايفينها، انا خدتها بريزم يعني حاجه زي الرياضيه هعرف اتعامل معاها. بقول لك البريزم ده عملت عليه ايه؟ ابتدي اشوف القوه اللي عليه، سميته نسميهم الاول مع بعض. لو انا هسمي هنا دي الجزء ده البريجر اللي بيأثر عليه ده بي اكس تمام؟ وبيأثر من تحت بحاجه اسمها بي واي. وبيأثر من عندي من الاتجاه اللي هو زي ما انتم شايفين، لو انا كني شكل ارسمه لكم كده حاجه يعني زي مثلث كده اهو. ماشي يبقى انا عندي هنا بي اكس وهنا بي واي وهنا ايه بي زد تمام، ده الشكل اللي انا ايه ابتدي اثر فيه. بقول لك اثر بايه؟ بثلاثه بريشر من كل الايه؟ من كل الاتجاه. بيقول لي عندي برضو المسافات بتاعه القطره دي يعني يعتبر عارفها، واخد طبعا دي لانها حاجه صغيره القطره يعني حاجه زي شريحه يعني. بقول لك هسمي هنا اتجاه الاكس هسميه الدي واي وهنا الدي اكس زي ما انتم شايفين كده، وعندي هسمي ايه دي دي اس. بقول لك جوه انتوا خلي بالكم هنا لا تاخدوها جوه دي، انا واخداها هنا بواحد من الوحده تمام، يعني جوه البعد الداخلي ده واحد من الوحده كأن شريحه مثلا واحد من وحدتها مثلا سيان ده متر بواحد متر، او ممكن نسميها اقول لكم مثلا دي زد اي حاجه يعني، انت يا اما تسميها بواحد وتعرف اللي هي البعد الداخلي يعني، يا اما تسميها دي زد الحاجه اللي هي مش قدامك يعني. كلهم ادي دي واي دي اكس ودي اي دي اس طول المائل. بعد كده هبقول هنا انا حللت كل القوه بتاعتي سوري البريشر بتاعتي، بقول لي عايزه بقى اخد في عندنا عشان اثبت المعادله دي اقول ان السمشن اتجاه الاف اوف اكس بيساوي زيرو. انا عندي هنا ايه الاف ده فورس وده بريشر، فاعمل ايه؟ اقول لا انا عارف ان الفورس بيساوي البريشر في الاريا، هبتدي اخد لكل واحد اقول البي اكس البريشر بتاعها ايه اللي هو الدي واي في مين في الاريا بتاعته اللي هو البعد الداخلي كانك اللي هي الشريحه او النطفه دي واحد متر مثلا واحد الوحده. عندي البي واي نفس الكلام بي في الدي اكس في واحد، عندي البي اس نفس الكلام دي اس في واحد كده، كل جبت الاريات بتاعتي يعني كده حولتهم كلهم لفورس. ابتدي بقى اخد معايا اللي في اتجاه اكس واللي في اتجاه واي، هقول سميشن الفورس حوالين الاكس، ايه اللي في الاكس معايا؟ تعالوا نشوف كده، عندي في الاكس بي اي بي اكس تمام؟ انت عندك هنا ده مثلا الاتجاه الموجب، خليها اقولها كده عشان ده كده الاتجاه الموجب ده كده غلط. هقول لك انا هناخد الاتجاه الموجب بتاعي ده عندي هنا ده البوزيتيف تمام كده، بقول كل اللي معاه موجب وكل اللي عكسه سالب. تعالوا بقى نعمل سميشن اف اوف اكس بيساوي زيرو، ادي البي اكس البي اكس في مين في الاريا بتاعتها، ده الفورس اللي من ناحيه الاكس بالموجب ماشي بالموجب، المفروض ناقص مين؟ ناقص مين اللي جايه من هنا اللي جايه المايله، المايله مش هتتحلل كده زي ما انتم شايفين هتبقى ايه بي اس ساين ثيتا ناقص، بس انا وديتها الناحيه الثانيه بيساوي على طول برضه في مين في الاريا بتاعتها دي اس في الواحد زي ما اتفقنا تمام. عندي الساين ثيتا تعرفوا تجيبوها الثيتا، الثيتا اهي تعرفوا تجيبوا الساين ثيتا والحاجات دي ولا ايه؟ هنعرف الثيتا الساين بتساوي الجي واي على الدي اكس، تعالى نكتبها كده
يبقى سي ساين ثيتا يساوي ايه ساين دي واي على دي اس يا دكتور دي واي عدي مين اس دي اس تمام الكوزاين بالمره عشان هناخدها تحت كوزاين بقى ايه بتساوي ايه الكوزاين دي اس على مين على دي اس خلاص تمام عارفين الكلام ده تعالوا نبتدي نخلص ده هو مكتوبه تحت على فكره سوري ما خدتش بالي عندي هنا نبتدي بقى نخلص الكلام ده بقول لك ان دي اي دي ساين على دي اس هنحط ايه يبقى دي واي بتساوي ايه دي ساين هنعوض بقى هنا عشان نشيل الساين ونحط دي واي على دي اس هتلاقوا ايه من هنا شايفين معايا هتلاقوا دي اس راحت مع مين زي ما انتوا خلصتها تحت خلصوها مع الفكره يبقى من هنا هطلع ان البي اكس بيساوي البي اس دي اول اثبات في الاف اوف اكس تمام نشوف الاف اوف واي ادي سميشن اف اوف واي بيساوي زيرو اف اوف واي اهي بصوا هنا انا المفروض وزن النطفه دي ليها وزن بس انا لقيته قليل جدا فاهملته تمام كده يعني المفروض هتاخدوه معاكم في الحساب مثلا انا في سلايد ثانيه كنت كاتبه فيها الوزن بس ايه قلت عشان ما لخبطكمش هو ده انا واخده نطفه صغيره خالص فهي وزنها صغير خالص فانا اهملت الايه نجلرت الويت بتاعي بقول لي في حاله الواي اتجاه الواي بقى سميشن اوف اوف الاف اوف واي بيساوي زيرو الواي ده المضرب معايا ادي بي واي في الاريا دي اكس في واحد جوه بيساوي او ناقص بقى داي عليها مين داي عليها ناقص ناقص مين بي اس اهي اللي فوق دي في كوزاين بقى الزاويه تمام نخلصه مع بعض من هنا هنلاقي مين ان البي واي بيساوي البي اس تمام بصوا بقى كده هنا هتلاقوا ايه البي واي بتساوي البي اس وبتساوي مين البي اكس اكنهم هتعتبر ده مين ده قانون مين قانون باسكال لو من هنا هقول ان اذا كده ان الضغط بيعمل ايه الضغط في كل الجوانب زي بعض يعني من هنا هو هنا هو هنا بقول لك اللي هو ساكن في كل الجوانب بي اكس بيساوي البي واي بيساوي البي اي اس طبعا عشان انا بس انا جاي اثبت لكم بيه اثبات فانا مش هطوق مش يعني مش هكتر عليكم اللي انتوا هتبقوا مطالبين بيه ماشي ولا انتوا خليها كده اللي احنا مش مطالبين بيه دلوقتي عندي بعد كده تعالوا نشوف ازاي لو انا عندي السائل او سطح السائل بتاعي عايزه فعلا اتاكد ان البريشر في كل النقط متساوي او لا ولا بيتغير ولا في ايه لو انتوا شايفين ده عندي ايه ده عندي زي شكل كده انابيب شعريه انابيب دي ليها اريا مختلفه زي ما انتوا شايفين وكل السائل اللي فيها ايه دي الدراما بتاعتي دي الدراما سبيسيفيك ويت بتاعي بقول لك عندي هنا في مين في فوق الايه البي او زي ما انت هتشوفوا لسه البي اتموسفيريك بريشر بقول لك لو انا عايز اشوف ازاي الضغط عند اي سائل في نقطه متساوي في جميع مين اتجاهات زي ما انا ثبتت من ايه من قاعده باسكال اللي احنا ثبتناها من شويه بقول لك من اسفل او يبقى الضغط هنا عند اي نقطه في الرول على اي شكل يتغير الضغط برضو ايه بدل نفس الكثافه يبقى الضغط ايه يعتمد على الكثافه يبقى كده الضغط متساوي عند اي نقطه بقول لك هنا الضغط بيعتمد على كثافته السائل الاكبر كثافه ضغطه اكبر من السائل الاقل ايه كثافه في نفس العمر يعني بدل هنا السبيسيفيك ويت ثابته يبقى الكثافه واحده يبقى الضغط هتلاقي هنا زي هنا زي هنا كلهم زي بعض تمام بقول لك هي صريحه تحت كده بقول لك لا يعتمد ضغط السائل على مين على شكله او حجمه وانما يعتمد على مين على الارتفاع يعني كده الشكل بتاع او هو محطوط في اي شكل اريا معين ما بيعتمدش عليه بيعتمد بس على ايه الارتفاع والكثافه بتاعتي بقول لك هنا لازم عشان تساوي سطح الكوبرتيشن لاين زي ما هنشوف السيرفيس لازم يبقى السائل ماست بي ريستد ماست بي ريستد ما بيتحركش سيم فلويد عشان اقدر اطبق اقول النقطه ايه بتساوي النقطه بي زي ما انتم شايفين يبقى لازم اد سيم فلويد ادي كلها نفس السبيسيفيك ويت بتاعتي
continuity of fluid متصل سائل متصل ما فيش حاجه بتقطعه زي ما نشوف من مسائل كده الامتحانات دي خدتوها قبل كده. عندي بقى تعالوا نشوف ايه هي وسائل قياس الضغط او ايه هي الاساليب بتاع قياس الضغط بتاعي. هنبتدي ندردش واحده واحده كده. اول حاجه عندي فيه مين؟ الميجرمنت اوف بريشر. عندي فيه حاجه اسمها معلش يا شباب بس بدل ما ارجع اقفل السلايد تاني. عندي في حاجه اللي هي ايه وسائل قياس الضغط عندي. عندي اول حاجه الميجرمنت بتاع البريشر بقيسه عن طريق اربع حاجات. لو عندي اتموسفيريك بريشر هسميه بي اتوم، وعندي بريدج بريشر بي بريدج، وعندي الابسولوت بريشر هسميه بي البي اختصار بالمنظر ده، وعندي الفيكوم بريشر. تمام، تعالوا نشوف بقى واحدة واحدة. عندي الاتموسفيريك بريشر عايز اشرحه كده كأننا ايه بنتكلم. عندي هو الضغط الناشئ عن ايه؟ وزن عمود الهواء الجوي بتاع ايه على سطح الارض. الضغط الجوي ده هبتدي بعد كده كمان شوية هبتدي ايه اقيسه عن طريق حاجة اسمها مين؟ من الاجهزة بتاعته اللي هي ايه؟ الباروميتر. بقول لك هو الضغط الناشئ عن ايه؟ ارتفاع ايه؟ عمود هواء على سطح الارض. برمز له بالضغط مين؟ البي اتوم. تعالوا نتكلم شويه شويه ايه الابسوليوت وايه الريج وايه الحاجات دي. بقول لك هنا لو انا عندك اسمي لك عندي قياس ضغطين. لو انا جيت هنا انا عايزه كده الناس تنتبه لي. لو انا جيت هنا كده هرسم رسمه صغيره كده خزانه اهو. تمام، خزان ميه او سائل اي سائل. الخزان ده بقول لك عندي كان فيه اتنين بريشر. عندي ادي هسميها دي نقطة اتنين، وعندي هنا النقطة اللي فوق دي واحد. بقول لك لو انا عندي المسافة ما بين النقطتين دي مديها لك اسميها مثلا ايه؟ اتش مثلا. بقول لك تعالى هنفهم حاجة مع بعض. انا ينفع اكتب هنا عايز اقول ان البي عند اتنين بيساوي بي اتنين بتاعتي دي الضغط تحت يعني بيساوي اللي فوقيه كله. تمام، بجمع اللي فوقيه ده ضغط عادي جراما في مين؟ جراما في اتش. تمام، ما فيهاش حاجه دي البريشر بيساوي جراما في الاتش. بقول برضو ينفع حاجه تاني، ينفع اقول ان الضغط عند اتنين ده بيساوي ايه؟ اقول بيساوي الجرام في الاتش زائد حاجه تاني اضيفها بقى. اقول انا بيساوي البي اتموسفير. ازاي اقول لي ده صح وده غلط ولا ده ايه؟ عايز اعرف ايه الفرق ما بينهم. اشمعنى انت قلتي ينفع ده وينفع ده؟ مره لما البي عادي 2 جي عند نقطه 2 بيساوي الجرام في اتش، المرة التانية زودت عليها البي اتموسفير. الكلام الاثنين صح؟ صح الاثنين صح. ايه الفرق بقى؟ بقول لك عندي هنا لو جات لك صريحة كده وما قلتلكش احسب لي دفل البي اتوم معاك هقول ان البي 2 بيساوي الجاما في اتش. بس ده ضغط ايه اللي جاما في اتش ده؟ ناس تنتبه معايا عشان ممكن هنا الكلام مكتوب كده مش متوضح. بقول لك الضغط اللي موجود عندي جاما في اتش ده ايه الحكايه بقى؟ الضغط اللي موجود عندي الجرام في اتش ده هو ضغط اسمه ريدج بريشر، حاجه نسبيه. تمام، يعني الضغط اللي موجود عندي ده اسمه لما يقول لك في حاله 2 بي بتساوي الجرام في الاتش بس ده ضغط ايه؟ حاجه نسبي. لما
يضيف عليه البي اتموسفيريك بريشر يبقى ده اسمه الضغط المطلق الضغط الكلي. يبقى عندي هنا لو احنا قلنا خلاص الضغط الجوي هو ايه، عندي الابسولوت بريشر وين از ا بريشر اكسبير سبريس از ا ديفرنس بتوين اتس فاليو اند ا كومبليت فيكم. بقول لك هو المجموع الجبري زي ما انتم شايفين بي ابسولوت ده بيساوي البي ريتش زائد البي اتوم من هنا من زي ما انتم شايفين. يا وانا كده بي 2 هنا يعتبر بي ايه ابسولوت بيساوي بي ريتش اللي هي الجراما في اتش ده المقاس نسبيا، ده مقاس باي سيستم باي جهاز. بقول لك بقى الضغط المطلق ده لازم يبقى مين؟ is always positive pressure، ما ينفعش يبقى ايه نيجاتيف، ده بوزيتيف. النيجاتيف بقى مين؟ تعالوا نشوف بقى. عندي بقول لك الريج بريشر الضغط المقاس ده او النسبي، بقول لك اللي هو ايه الفاليو اند ذا لوكال بالنسبه لمين؟ للاتموسفيريك بريشر. ساعات بياخد بيحسب من عنده الريج بيبقى البي اتوم بزيرو عشان الناس تبقى عارفاها كده، الريج البي اتوم بزيرو. اما الابسوليوت لا، في بي اتوم باخدها معايا في الاعتبار. بقول لك هنا اللي هو يطلع بقى ده ممكن موجب وممكن سالب اللي هو مين؟ اللي هو الريدج بريشر. تمام؟ يبقى البي ريدج بيساوي البي ابسوليوت ناقص البي اتوم. ماشي؟ ده لو عندي ضغط مسجلاه باي جهاز عندي في الدنيا، في اجهزه زي ما هنشوف بتسجل مين؟ الضغط بتاعي. بقول لك بعد كده في ضغط مهم جدا اللي هو مين؟ الفيكم بريشر او النيجاتيف بريشر اللي هو ضغط الايه؟ الفراغ او التفريغ او السكشن. هو ايه سكشن؟ بيسكشن. تعرفوا الضغط ده بعمله ازاي؟ بقول لك هو ازاي في حاجه اقل من الضغط الجوي اصلا؟ بقول لك تحت كده مكتوبه ايه؟ هو مقدار الضغط التي تكون في مين؟ قيمته اقل من قيمه الضغط الجوي ويتم صناعيا. حد يعرف يقول لي مثال على الفيكم بريشر ده؟ هقوله عشان نخلص. عندي الفيكم بريشر اكني وانا بقول لكم دلوقتي مثلا ان انا عارفه ان قيمه الضغط الجوي اللي بره هو اعلى منه، هو يعني قيمه الفيتام ده اقل منه. ازاي بقى هبتدي اعملها؟ وانا هعمله صناعيا كل واحد يتهيأ نفسه كده اللي هو بياخد بيشفط جوه كده للرئه بتاعته بيسحب كده، هيلاقي فيه ايه؟ هيلاقي فعلا ان ده الضغط اللي جوه في الرئه بتاعته اقل من الضغط اللي بره. ده مين؟ ده ضغط الفيكم، ضغط التفريغ او السكشن، زي بيشفط الروه. يا وانا مثال للرئه. مثال تاني برضو انتوا حاجه عارفينها اللي هو مين؟ التكييفات. ضغط التفريغ معمول في التكييفات اللي هو الفيكم بريشر ده في التكييف بتاع البيت او التكييفات اللي هي في العربيه وهكذا. بقول لك بعد كده اجهزه القياس بتاعه الضغط. اجهزه القياس بتاع الضغط بتاعي طبعا انتوا عندكم فكره بيها قبل كده، نبتدي ايه نقولها تاني. بقول لك ايه هنا؟ في واحد اسمه الباروميتر، اول حاجه معايا الباروميتر بريجر او ميجرمنت. بيقول لك ايه كده؟ ميركلي باروميتر، بيتسمى كمان ميركلي لان هو كله زئبق. بيقول لي ميجر ذا اتموسفيريك بريجر ان ابسوليوت يونت. بيقيس مين؟ هو دي ده جهاز قياس الضغط الجوي في حالة ابسوليوت يونت. تعالوا نشوف عبارة عن ايه الجهاز ده. بقول لك جبت خزان كده والخزان ده مليان ميركوري اللي هو الزئبق، وجبت يوتيوب انبوبة، جبت انبوبة شعرية عادية بس مقفولة من فوق، تمام؟ ورحت الانبوبة دي مليتها زئبق ورحت مكستها يعني قلبتها حطيتها في الزئبق زي ما انتم شايفين، يعني حطيتها في الزئبق. بقول لك تقريبا الطول بتاع الجهاز ده عشان يعني هو مش مدور بس بتاع يعني حوالي ما يقرب 90 سنتي. بقول لك ايه اللي حصل بقى؟ عايزين نشوف ايه اللي حصل في مين؟ في الباروميتر ده. يبقى هي اسطوانه مفروغه مفرغه ومقلوبه، قلبتها في مين؟ في الزئبق. بقول لك الزئبق هيعمل ايه؟ هينتقل من مكان اعلى في الضغط الى اقل في الضغط، تمام؟ ده الزئبق. هيدي الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيدي طول الارتفاع اللي هو اتش. يا وانا عايزه بقى اطبق النظريه بتاعه البريجر،
حد يقول لي نطبقها ازاي، هينفع هنا اطبقها؟ اه ينفع. فين بقى؟ بصوا معايا، لو انا هنا هقول انت قلتي لازم عشان تطبقي نظريه الضغط بتاعي او بي بتساوي الجاما في الاتش، يبقى لازم بيتوفر عندك ثلاث شروط: السائل نفس الفلويد وساكن ومتصل. هيتطبق فين؟ هقول هنا، او هشد خط هنا كده بالمنظر ده، هقول النقطه دي هسميها مثلا واحد، أو والنقطة دي اتنين. بقول لك هنا دي طرق اتصال أو طرق عملية اللي هي إيه، إزاي أطبق معادلة البريشر. بقول هنا بي واحد بتساوي البي بي، صح؟ والبي بي بتساوي مين هنا فوق؟ لو أنتوا واخدين بالكم بتساوي مين عندنا؟ بتساوي البي أتوم، بي أتموسفير، معرض للضغط الجوي، التالت وفيه معرض هواء ضغط الجو. يبقى عندي هنا البي بي بيساوي عند نقطة بي، يعني اللي أنا سميتها واحد هنا بيساوي بي أتموسفيرك. عندي نقطة اتنين اللي هي بتساوي مين؟ البي إيه، يعني ما يعادلها. بتساوي إيه البي إيه؟ بيساوي الجزء الفيبور ده اللي حصل، لو يعني أنا عندي الجزء ده بعد ما قلبت مكاسة الأنبوبة دي بالعكس، ده فيبور بريشر فوق، زائد مين؟ الجاما في اتش، ارتفاع عمود الزئبق الفوقية، زائد جاما في اتش جي الزئبق. بقول لك هنا ان ضغط الهواء ده حاجه فيبر بريشر يكاد يكون نجبل، يعني بهمله حاجه. بص كده الفي بريشر بتاع الميركوري صغير جدا، فانا قلت ايه؟ اهمله، هعمل له ان ايه؟ نجلكت. فبقول ان البي ايه بيساوي كانها جاما في اتش جي. من هنا بقول ان البي اتوم بيساوي جاما في اتش. انتوا عارفين من ده اثبات بيثبت، فاكرين لما قلنا لكم زمان في ثانويه عامه البي اتوم بيساوي 67 سنتيمتر اوف اتش جي، ده الاثبات بتاعها اللي هو ازاي في جهاز البارامتر ده بتاعي، البارومتر بتاعي ده هو جهاز قياس الضغط الجوي، تمام كده. برضو عندي لو انتوا ضيفوها عندكم، عندي قيمه الضغط الجوي بتساوي ايه برضو؟ تقريبا هكتبها من ورا، بتساوي 101 في 10^3 بوينت، تمام. قيمة الضغط الجوي بتساوي ايه؟ 101.3 في 10^3، ده قيمة الضغط الجوي لو الناس تضيفها عندها، هي متضافة ورا اهي، تمام كده. تعالوا نشوف اهو قيمة مين ده، الستاندرد اتموسفيرك بتاعي الاتم، بي اتوم بيساوي بي واحد، معلش في حالة الاس اي بيساوي 101.3 كيلو باسكال، بيساوي 10^95 متر من مين؟ من مية. عندي بيساوي 67 زي ما قلت سنتيمتر اوف زئبق، ماشي. وده في حالة مين؟ بالايه؟ بالبي اس اي والبي اس ايه؟ اف زي ما انتم شايفين. وعندي تحت التحويلة بتاعته من الايه؟ من الباسكال، عندي من البي اس اي للباسكال، وعندي من باسكال للبي اس اي، ده تحويلات البي اتوم اللي هي المعروفه صراحه. عندي كده بعد كده حاجه اسمها ايه؟ البوزومتر، البوزومتر تيوب. حد يعرف ايه؟ نتكلم على البوزومتر بسرعه. البوزومتر دي عباره عن ايه؟ لو انا بقول مثلا عندي مصورة كده، المصورة دي فيها هنا ووتر سائل، أي سائل. بقولك قعدت إيه؟ فتحت هنا ليها فتحة، طبعا المفروض إحنا هنا في مشكلة، طبعا فيها فتحة ومليتها إيه؟ طلع السائل من هنا، هنا مفتوحة مش مهندسين، بس عشان إيه؟ استنى نشوف هنعمل الريز ممكن. ماشي، عندي الماسوره بقول لك مفتوحه، وده كان الماسوره دي مليانه ايه؟ بالميه. طلع شكل الفلو زي ما انتم شايفين، عمل شكل هنا ايه؟ ارتفاع اسميه اتش، ماشي، ارتفاع اتش بتاعي. بقول لك لو انا خدت سيكشن عايز اشوف شكل المقطع ده ايه؟ شكل المقطع ده اللي هو قدامكم ده، اللي هو يعتبر ادي الماسوره، وادي مين فيها؟ مين فيها؟ التيوب اللي هي فوق دي، ده شكل المقطع بتاعي، تمام.
بقولك بقى وانا عايز استنتجه، بقولك هو عباره عن ايه اصلا. بقولك الجهاز بتاع البيزوميتر ده بقول لي هيقعد يطلع ارتفاع، يا وانا ده مثلا وطا هيقعد يطلع ارتفاع معين زي ما انتم شايفين كده ويوصل الارتفاع ده. بيقولك ايه الجهاز ده بيستخدم لقياس الضغط جوه الماسوره، لازم الماسوره دي لها نفس قياس مين الضغط اللي في الانبوبه. يعني انتوا كمان شويه هتشوفوا المانوميتر اليوتيوب مانوميتر ممكن ميه مع زئبق، لا هنا بيقول لك ان لازم السائل اللي في الماسوره ده هو السائل اللي يطلع في التيوب دي. بقول لك بيعمل ايه بقى؟ ايه العيوب اللي يعني ما بستخدمش البيزوميتر ده؟ بيقول لك هو بيقيس ايه؟ ما بيقيس يا وانا عندي كذا ضغط في كذا ماسوره يا كذا اختلاف في السائل اس جي بتاعه، ما بيقيس ضغوط كبيره، لا عايز حالات صغيره زي ما انتم شايفين. حتى هو شكله صغير كده يعني زي حاجه ماسوره وفيها ايه؟ فيها انبوبه كده، بيقيس الضغط حاله صغيره، قياس ضغوط صغيره. بقول لك عندي اهو از اسامبل تايب اوف مانوميتر، نوع من المانوميتر بس سامبل يوز تو ميجر بوزيتيف ريدج، ما بيقيس غير ايه البوزيتيف ريدج زي ما انتم عارفين بريشر ان ايه اليكويد. يا وانا عندي البي ايه بتساوي ايه؟ بتساوي البي اتوم اهو زائد مين؟ خلاص ده احنا قلنا ايه؟ ده في حاله الابسليوت اللي انا بضيف الاتوم عليا، ده مين؟ اول حاله شكلي معايا زائد الروم اوف اتش صريحه واضحه يعني. والبي ايه في الناحيه الثانيه ما ضافش ليها مين؟ ما ضافش الايه؟ الاتموسفيريك، بتساوي الروم اوف اتش ريدج بريشر. تمام؟ تعالوا بقى نشوف اهم حاجه عندي اللي هم استخداماتي المانوميتر. المانوميتر ده بقى بيقول لك ايه؟ المانوميتر ده ليه انواع كتيره بقى. بيقول لي ات ميجر فلويد بريشر باي يوزنج اذر فلويد، اهو مش ميه بس او سائل ليه نفس النوع بس، لا بيقول لك ايه؟ اذر فلويد يعني في ممكن ده سائل مع بعض. ويتش مي بي هيفير اور لايتر، تقيل او خفيف زان ايه؟ كونسيدر فلويد. هنشوف التقيل بيعمل ايه والخفيف بيعمل ايه. بقول لك هنا الاستخدام المانوميتر بتاعي جهاز استخدام الضغط بايه؟ على حسب ارتفاع مين؟ السوائل عندي. هو ممكن يكون ارتفاع راسي او ارتفاع مائل زي ما هنشوف معايا. تمام؟ بقول لك هنا تعالوا يا وانا سمبل مانوميتر يوتيوب اهو، يوتيوب مانوميتر اسمه ميركوري مانوميتر. The YouTube bridge can be used to measure the pressure of either liquid or gases. The bottom of YouTube manometric which greater density. يعني ايه؟ بقول لك عندي يوتيوب اهو، ادي انبوبه او ماسوره ايا كان مرتبطه بمين؟ بمانوميتر اهو. بقول لك على حسب شكل حرف يو بيتساءل اليوتيوب دي بس اكتسبت السائل هنا اعلى من هنا. ده الفرقعه او الجهاز اللي انا مراد ايه؟ مراد ضغطه بيه. عايز اقول لكم حاجه، انتوا بالعقل كده، انا دلوقتي بقول لك ان الدراما واحد دي مثلا كانت ميه، تمام كده؟ الميه دي الاس جي بتاعها كام؟ بواحد. بقول لك السائل اللي هو اللي تحت سائل الدراما 2 ده زئبق. هعرف اذا كان هو المانوميتر ده يوتيوب مقلوبه ولا يوتيوب لفوق انفيرتد معكوسه. هعرف عن طريق مين؟ هعرف عن طريق الكثافات بتاعتي او الاس جي. انا عارف الميه بواحد والاس جي بتاعت الزئبق بكام؟ ب 13.6، 13 مره ضعف. ايه ده؟ فطبعا سائل تقيل عمل المنظر اللي انتم شايفينه ده. ده مين؟ ده المانوميتر في حاله الزئبق. تعالوا نشوف نطبق الضغط زي ما احنا ايه؟ اتعودنا. يا وانا ادي زي ما انتم شايفين كده، اقول ايه؟ عندي بي واحد بيساوي بي اتنين. انا عارفه السائل هنا الشروط تلتزم عليه؟ اه تلتزم. ايه؟ ادي السائل ايه؟ متصل، صح كده؟ ادي متصل كله زئبق، ما خدتش فوق، ما خدتش البوتنشال لاين فوق، خدته هنا، لا ده عن بدايه الزئبق ومتصل الناحيه الثانيه. في ايه تاني؟ الشرط الثاني ساكن، فعلا ساكن اهو ما بيتحركش، ما فيش حاجه حصلت له. ايه الشرط الثالث؟ نفس السائل، اه كله هنا زئبق مش ميه، لا كله زئبق. ينفع اطبق عليها اقول كده قانون الضغط بتاعي اللي هو ايه؟ باسكال. يبقى هو ايه؟ بي واحد بيساوي بي اتنين. تعالوا نشوف مع بعض، بي واحد بقى الكل اللي فوقيه كله، انا نازل على النقطه صح؟ يبقى بيزيد ولا بيقل؟ الضغط جاي عليا يبقى بيزيد مش بيقل.
عندي بقول البي عند نقطة واحد بتساوي البي اللي أنا عايز أقيسها ضغط مين؟ ضغط المراد الرياضي بتاعي زائد جاما واحد في الاتش واحد زي ما انتوا شايفين، اعتبر ان ده سائل خفيف هقول جاما ووتر مثلا في اتش ووتر تمام؟ بيساوي بي اتنين، بي اتنين بيساوي ايه بقى؟ بيساوي العمود اللي فوقيه كله، بيساوي جاما اتنين في اتش اتنين زائد مين؟ بي اتموسفير. برضو لو انا قلت لك كتبتها او ما كتبتهاش مش غلط تمام كده؟ يعني انت في حبيت تضيفها في المساله تخليه القياس بتاع اللي طالع ابسولوت بريشر مفيش مشكله، يعني تخليه ريتش اوكي مفيش مشكله برضه ماشي. بس انا بفضل لا عشان ما نلخبطش الدنيا والناس تنسى، يعني مثلا مش محفظتش قيمه مين، محفظتش قيمه الاتوم انت دي عارفها انا مش هديها لك ماشي. يو انا ما قلتلكش صريحه، قلت لك مش عايزه، قلت لك يعني ما قلتلكش ولا ريتش ولا ابسولوت، هاتها ريتش وخلاص. خلصت المعادله مع بعض، خلصتها هنا زي ما انتم شايفين جاما 2 وجبت دي الناحيه الثانيه، طلعت البي اللي انا عايزاه ضفت عليه الاتوم، وهنا ما ضفتش عليه اتوم خليته ريتش. عندي بعد كده لو انا عندي حاجه اسمها لو في نيجاتيف بريشر، السائل بقى حصل له يعني ده لسه ما اتقلبتش، ده نيجاتيف اللي هو ايه؟ السائل نزلت الهواء اللي عندي او الاتوم كان اكبر، فعمل ايه؟ خلى شكل الزئبق بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. برضو دي مين الحاله بتاعتها زي ما انتوا شايفين عشان ايه نخلص. عندي بقى تعالوا نشوف ايه ده اهم حاجه، بقول لك ايه الديفرنشال بتاع المانوميتر بتاعي. عندي زي ما انتوا شايفين كده في مانوميتر بقى هيبقى اللي تحت بسبب الجاما بتاعته، ان الجاما 2 اكبر من جاما 1 زي ما انتوا شايفين، وفي عندي حاله اللي هو ايه الجاما 1 هي اللي كبيره اللي هي زي ما نقول انفيرتد ايه انفيرتد ايه تيوب ماشي. لو اتقلبت لفوق هيبقى ايه انفيرتد ايه تيوب. عندي اول حاجه بقول لك الديفرنشال مانوميتر ذا يوتيوب مانوميتر از اولسو ويدلي يوزد تو ميجر ديفرنس بتوين تو بايب او تو يعني سيرفيس بايبز او تو بوينت ما بين نظام زي ما انتم شايفين تو بوينت اهو بيقيس الضغط ما بين بوينت. كونسيدر مانوميتر بتوين اي اند بي ويز اي بي دور بي بليجر بي يعني ايه كده ضغط كبير انت عارف هيفي ليكويد برضه سائل تقيل، يعني انا عارف اللي هنا حطيت سائل تقيل عشان ما يحضر الضغط ايه هيبقى عالي انا عارف، وبرضه هيفي ليكويد حطيت ايه الزئبق زي ما احنا قلنا تمام. ابتديت برضو اوقع سطح الاوتوبوتنشال لاين، الكيس الاولانيه واحد بيساوي اتنين، بي واحد بيساوي ايه زي ما اتفقنا؟ بيساوي البي ايه اللي انا عايز اقيسها زائد جاما ووتر جاما واحد سوري في الواي اهي جاما واحد في الواي، بيساوي الناحيه الثانيه مين؟ بي بي زائد جاما جاما مين بقى يا حلوين؟ جاما 2 في اتش صريحة اهي زائد جاما 1 بس في مين بقى؟ الحتة دي اللي هي مين؟ اللي هي واي ناقص الاتش. طبعا في المسائل بيديك ارقام فبتبقى الموضوع اسهل. خلصت الدنيا برضو وجبت من هنا ان الديفرنس ما بين البي اي والبي بي اهو بي اي ناقص البي بي بيساوي ايه؟ جاما 2 ناقص جاما 1 في الاتش، خلصتهم مع بعض يبقى اتش بيساوي جاما 2 ناقص ايه؟ جاما 1 في الاتش ماشي؟ بقول لك الناحية التانية لو الايه لو هنا الضغط كان من الناحية التانية البي مستواها منسوبها أقل، يعني نزلت الفرقعة أو الأنبوبة عند بي خليتها مش على نفس المستوى. برضو خلصت عملت البوتنشال لاين وعرفت ده جمعت اللي فوقيه كله وسويته بالناحية التانية جبت الفرق ما بين الديفرنس ما بينهم بنفس المنظر زي ايه فوق. عندي بعد كده هو ده مين الانفيرتد مانوميتر اللي هو ايه معكوسه. في المسائل ممكن ما تجيش صريحه يقول لك معكوسه ولا مش معكوسه، هو هيقول لك مثلا بايب او ولا اتنين اي وبي زي ما انتم مثلا هنا بي بس مع ضغط عند نقطه بس، بيقول لي اللي فوق ده اللي فوق اللي في المانوميتر ده يعني اللي هنا ده في المانوميتر ماشي ماشي معايا، يقول لك اللي هو كان اويل والاس جي بتاع الاويل 0.8
تمام؟ وتين في البوينت او في البايب دي كان ماشي ووتر. ووتر الاس جي بتاعه احنا عارفين بكام صراحه، انا مش هديها لك بكام، بواحد. وهنا الاويل بوينت ايه كده بقى اللي انا عارف ان السائل لازم يعمل ايه؟ يعمل انفيرتد، لازم يتقلب فوق، والسائل لازم يبقى ايه؟ اهو لايت، لاني ساتش از مين اويل از يوزد. انا استخدمت هنا الاويل عشان انا عارف ان هو الاويل سائل اخف من الزئبق، فعدل لي زي ما انتم شايفين المانوميتر فوق كده. تمام؟ بقول لك هنا ايه الفرق بين الاثنين؟ الثاني بيقيس فرق في الضغوط الكبيره، يبقى الديفرنشال مانوميتر العادي بيقيس الفرق في الضغوط ايه؟ الهيفي الكبيره. اما هنا الانفيرتد بيقيس الضغط ايه؟ فرق بين الضغوط القليله. طبعا المساله هي اللي بتحكم معاك، هيجي يقول لك ارسم ماسوره او ماسورتين A وB مثلا وبينهم سائل الاس جي بوينت A، يبقى ده ايه؟ انفيرتد. يجي الناحيه الثانيه يقول لك لا، السائل بتاعي الاس جي ميركلي، مش هيقول لك اس جي، هيقول لك ميركلي اللي هو الزئبق. انت عارف الاس جي بتاعه ايه؟ 13.6 من 10 اللي هو كبير، يبقى لازم اللي هو هيتقلب بنفس الصوره اللي فاتت. عندي بعد كده يا وانا عندي حاجه اسمها انكلايند مايكروميتر. المايكروميتر في عندي انكلايند وفي ايه؟ عادي، مانوميتر عادي، مايكروميتر عادي. انا هشرحه بسرعه ده ماشي، هقول العادي كده، العادي نفسه بس ايه؟ مش مايل زي ما انتم شايفين، الماسوره مش مايله كده، الانبوبه مش مايله. بقول لك يا وانا عندي خزان المساحه السطحيه بتاعته كبيره زي ما انتم شايفين اهو، حاجه كده يعني ايه؟ مساحته كبيره، ومتصله بمين؟ بيوتيوب، يعني نفس الشكل ده بس ايه؟ الـ اليوتيوب بتاع التيوب بتاعته رأسيه مش مايله. تمام؟ بقول لك لما انا احط زي اقيس البايب اللي هنا كده على المساحه الكبيره دي، بقول لك عندي هينزل لي مقدار الضغط هنا اسمه دي دلتا اتش. بقول له هيعمل ايه؟ هيرد فين؟ هيرد في الانبوبه. فالمفروض لو انت توقعته كده في الرأسي هتلاقي الطول بتاع ال ده طويل. فانا قلت لا، المايكروميتر في حاله ال vertical هيبقى كده في يعني زي يعني مش هعرف اقيس الاتش بتاعه الارتفاع كبير لان يحتاج انبوبه طويله. فقلت هعمل حاجه اسمها الانكلايند مايكروميتر. الانكلايند زي ما انتم شايفين، بقول لك هنا مديني زاويه الميل بتاعه الانبوبه اتش ساين ثيتا بتساوي اتش على ال. بقول لك جبت الاتش وقطعت النقطتين، ادي نقطه اتصال واحد واثنين ماشي. بقول ايه؟ بي واحد اللي فوقيه كله بتساوي البي زائد الجاما، جاما واحد في واي بتساوي الناحية التانية مين؟ بي اتنين، بي اتنين بتساوي ايه؟ جاما اتنين في الاتش. الجاما اتنين هيديلك صراحة ان هي مثلا زئبق، الاتش اللي هجيبها عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو مايل بزاوية سيتا دي ال ساين سيتا. تمام؟ ده الانكلايند مايكروميتر. بصوا معايا بسرعة، زي ما قلت فيه أجهزة لقياس الضغط اللي هي البيزوميتر والباروميتر والمانوميتر، في عندي برضو بعض الأجهزة اللي هي إيه زي القياسية كده بتقيس ضغوط موجب وسالب. بقول لك إيه؟ بتقيس بقى مين هنا عندي؟ بتقيس بريدج بريشر وأتموسفيريك بريشر. أهمهم مين اللي إحنا هنشرحه؟ هنشرح مين؟ البوردون. البوردون ده إيز ذا بريشر ريلاتيف تو بريشر سراوندينج ذا ريدج. ريدج بيقول لي وين ذا اتموسفيريك بريشر الزيرو ريدج بريشر بتاعي، يعني ايه؟ بقول لك هنا في انبوبه من المنظر هنا داخله اهي، ايوه اهي انبوبه اهي، انبوبه دخلت في الجهاز ده هتولد لي فيه جوه ضغط ان. لو انا مثلا هرسم تانك ولا حاجه، في ضغط ان وفي ضغط اوت. لو انا عندي هنا تانك هنا وحطيت العداد زي فين؟ لو انا اهو كده، لو انا عندي اهو خزان، الخزان ده، الخزان ده برضو زي ما اتفقنا هو مثلا قايل لك قياس النقطة هنا ده عداد. تمام؟ اللي هو كني بوردون الريدج بتاعي. بصوا كده العداد ده فيه ايه؟ فيه بريشر ان هنا، فيه ان
ماشي. وفي هنا ايه بريجر اوت، مفروض ان انت شكل الراس بتاع البوردون ده بيخش بالماسوره هنا كده، ادي الماسوره هنا كده تمام، وبعد كده ادي الماسوره هنا يقيس البي ان، وهنا بره هيقيس البي اوت، هيطرح الاثنين من بعض، هيطرح البي ان ناقص البي اوت، هيقيس الزياده في الضغط اللي هو مين اللي هو الجي بيج، يبقى هو البوردون ده بيقيس الزياده في الضغط اللي جوه اللي على الضغط اللي جوه عشان يطلع بره تمام. يبقى ده ايه بيقيس الضغط الزائد عن مين؟ عن الاتموسفير بريشر. البوردون بيقيس الضغط الزائد عن الاتموسفير بريشر تمام. ده اللي هو البوردون. في كذا الاجهزة تاني، الديافرام وفي الديد ويت وفي البريشر تريندلز، كل ده زي ما انتم شايفينها مديكم تعريفات تحت كده، بصوا عليها برضو ايه بصوا. بس انا اللي مهتميه بيه البوردون معايا اللي هو بيقيس البي ان ناقص البي اوت عشان يدينا الضغط بريدج، عشان هو بيقيس الضغط هنا، يبقى البوردون بيقيس البري الميجر ده مين الضغط الزايد عن الضغط الرئوي، ده مين البوردون بريجر بتاعي. عندي هنبتدي بقى في المسائل. عندي اول حاجه كده مسائل الضغط سهله جدا على فكره. بقول لك هنا if a pressure in a tank is 345 كيلو باسكال find the pressure، find the pressure اهو او رو. بصوا كده وانا ما حسبتش هنا الرو، بس انتوا يعني احسبوها او يعني شوفوها كده. بيقول لي equivalent pressure head، عايز الايكويفالنت بريشر هيد اللي هي مين بريشر هيد اللي هو الاتش اوف مره ووتر ومره ميركوري ومره هيفي فويل اويل ويز سبيسيفيك جرافيتي مداني صريحه هنا 0.92. يعني عندي ثلاث انواع من السوائل وعايز تقارن بيهم لما يبقى عندك ايه الضغط مديهولك في الخزان 345 كيلو باسكال. انا عوض عادي، انا عارف ان البي بتساوي الجرام في الاتش، انا عوض كل بي انا الجرام بتاعتها في حاله الميه الاول هضرب ب 1000 عشان الكيلو، حاله الميه 9810 الجرام بتاعت في حاله الباسكال زي ما اتفقنا. الزئبق هزود له مين الاس جي بتاعت الزئبق، قلنا صريحه 13.6 في جراما ووتر صريحه. هتلاقوا ايه عندي اللي ايه اكبر ارتفاع وايه اقل ارتفاع؟ طبعا ايه كل ما الارتفاع الهيفي بتاعه هتلاقوا الارتفاع بيقل، التاني طبعا الزئبق غالي جدا فهتلاقوا ارتفاعه اصلا قليل، برضو الاويل اكبر من مين؟ من ميه بسبب كثافه مين؟ كثافه الاس جي بتاع الوتر عن الاويل. ده مثال بسيط. تعالوا بقى نخش ايه نتقل الدنيا شويه شويه. عندي بيقول لك اهو مانوميتر زي ما انتم شايفين. المانوميتر بتاعي بيقول لك البوينت بتاعته اللي هنا كانت فيها ووتر، بيقول لي عايز بريشر عند الايه ده. بيقول لي بعد كده في سائل الاس جي زي ما انتم شايفين هنا ايه اويل ماشي. حد معايا؟ تمام يا دكتور. تمام. ناخد ايه؟ وعلى فكره هنا هو في حاجه الضغط عند ايه؟ وفي حاجه يعني مش مظبوطه، بس انا هقول لكم ان دي زي حاله كده، حاله يعني شاذه كده من نوعها، ان هو لو انتوا واخدين بالكم ان هو ايه؟ اويل الاس جي اصغر من الميه، انتوا عارفين. عندي خدنا الديتم بتاعي واحد واثنين، قلت بي اتنين بيساوي اللي فوقيه كله بي ووتر اللي انا عايزها زائد الجراما في سبعة يساوي الناحية التانية بي اويل في اتش اويل تمام. جبت الضغط عندي ايه؟ بقول لك لازم ما يكون الديتم افقي ويمر بنفس السائل ومتصل. المسألة دي مش مهمة، نخش بقى على التقيل. ده بقى مين؟ ده حاجات كتيرة قوي اهو زي ما انتم شايفين اهو. عندي طبعا differential manometer
A و B تمام كده؟ A و B. بقول لك هنا مديش زي ما الأول في ووتر بعدين زيبر بعدين الحتة اللي فوق دي مية بعدين زيبر بعدين إيه قفل بالماسورة بتاعتي. بقول لك أول حاجة إحنا بن إيه بنعوض بنشوف السائل فين متصل فين. ينفع آخد حد يقول لي آه طب ما هنا ده متصل بس كده؟ ينفع آخد البوتنشال لاين هنا بين دي وبين دي؟ حد يقول لي ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ينفع منه. بص انا بص عشان بس ما لخبطش المسائل انا ابص عليها علي ينفع هنا هنا كده مش النقطه دي هنا وينفع النقطه هنا ينفع؟ لا ما ينفع. لا لا ما ينفعش. اه يا دوك ينفع عادي. اه ليه بقى ينفع؟ عشان الاثنين بص معايا انا قلت لك من شويه عشان مش متصل فما ينفعش. تمام كده يبقى لازم الثلاث شروط لازم ايه؟ لازم الاثنين يتحققوا في المساله الثلاثه يتحققوا سوري. ايوه وماشي ووتر ووتر ماشي بس بس في ايه تحت فصلهم؟ الزئبق. فما ينفعش كده اقول البوتنشال لاين هنا يبقى لازم اخده زي ما انا واخداه كده دي واحد واثنين بعد كده هنا في مره هنا برضو ينفع وهنا مره ومره تمام؟ تعالوا نشوف اول يا دكتور لو سمحت اتفضل. هو الخط اللي في النص ده اللي هو فوق كلمه ووتر فوق ايه؟ طب ده ما ينفعش عشان مفصول مش كونتينيوتي هنا. الخط اللي هو اللاين ده اللي هو فوق ايه كلمه ووتر ده؟ ده ازاي هينفع بقى؟ ده ازاي ينفع؟ هنطبق ازاي عليه البي واحد بيساوي ووتر هنا؟ طب ما هو ووتر وميركي ولا الحاجه الثانيه دي؟ لا 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 من اول هنا ده ووتر شايفه؟ من فوق يعني. تمام ماشي احنا لسه ما بدناش عنده. انا بقول بس يعني انا بقول ينفع اول حاجه بدايتي اهو ادي الميه داخلين صح؟ ينفع اطبق هنا اطبق هنا؟ لا ماشي؟ لا ينفع اطبق هنا واطبق هنا؟ لا دي ايه غلط خالص. ينفع اطبق هنا واطبق هنا؟ ايوه تمام كده ينفع. بقول اول حاجه بقى يعني انت المساله مش هتكون فيها الخط ده انت اللي هتحطها. هشوف المساله اقول لها اطبق ايه البوتنشال لاين اقول البي 1 بتساوي البي 2 اول حاجه خالص. البي 1 بيساوي ايه بقى؟ تعالوا نكتب حاجه ادي البي اللي فوقيه كله اتني. بص انا ربت حاجه بالبلدي كده حطيتها على راسي ده البريشر اللي جاي على ايه؟ عليا. فباخد تجميعه اللي فوقيه كله صح كده؟ بيساوي البي ايه اهي زائد اللي انا عايزها يعني الديفرنس ما بين زائد الجاما كلها ده ووتر. يبقى الجاما ووتر في اتش ووتر اللي هي كام؟ 1.7. معلش هو الرسمه مش واضحه شويه ماشي. في حاجه تانية عند نقطه 1؟ حد يرد عليا؟ لا مفيش حاجه. ماشي بي 2 بقى مفيش حاجه تاني بتساوي اللي فوقيها كله برضه صح؟ بيساوي ده مين؟ زيبر بيساوي راما زيبر في ارتفاعه من دولار كام؟ واحد زائد مفروض البي اللي جايه من ثلاثه ماشي؟ كل اللي هنا ده ميه ماشي؟ هتلاقوا نفس ضغطه اللي هو بيساوي مين؟ فاهمين حاجة؟ لا ساوي بي 3 فقلت زائد الايه؟ الجزء اللي فوق ده زائد البي 3 جبت المعادلة الأولانية. نشوف بقى بي 3 وبي 4 ادي ينفع طبق هنا بس هتلاقي ايه؟ دكتور مش فاهم الحتة اللي فاتت دي. ايه؟ مش فاهم الحتة اللي فاتت دي. ماشي احنا واقفين هنا صح؟ ماشي اخد اللي فوقيه كله بتساوي ايه اللي فوقيه؟ جاما اتش جي في واحد صح؟ زائد مين تاني؟ الميه اللي هو زائد البي 3 اللي جايه من رد فعل الميه مع الجزء اللي هناك ده صح كده؟
ما هو بص هنا كل حته في دول اسمها مين، لغايه هنا اسمها مين؟ بي 3. لانها كلها ميه وبرضه يا كلها هواء برد فعلها اللي هي البي 3 برضه. ماشي؟ اقول بعد كده ادي معادله اولانيه، البي 3 بيساوي 4، البي 3 بيساوي انا واقفه هنا بيساوي ايه؟ البي 3 بيساوي اللي فوقيه جاما ووتر في الحته الصغننه دي اللي هي ايه 56 بيساوي الناحيه الثانيه جاما ميركلي برضو في 76.76 زائد الحته الصغننه بتاعه الوتر اللي فوق، صح كده؟ بصوا هي مكتوبه الناحيه الثانيه ربع، ماشي؟ بس هي هتبان لما نقفل الشو، ماشي؟ زائد البي بي اللي انا عايزها. اخلص المعادلتين مع بعض عندي وهاخد الجاما بتاعتي ووتر 9810 والاتش جي بتاع الزئبق 13.6 من 10. دكتور بس اتفضلي. حضرتك كاتبه ان البي 1 ايكوال بي 2، تمام. طب ازاي حضرتك مثلا انت بتكتبي المعادله تحتيها قمت حط بي 3 في الاخر؟ انهي بي 3 اصلا؟ بصي احنا هنا ماشي، احنا رجعنا لنقطه تاني، تمام؟ ماشي. هي كلها ده سيستم شغال مع بعض، تمام؟ ايه اللي فوق؟ ايه اللي فوق راسك؟ هتني اتحط كده، ايه اللي فوق ايتي؟ لا اللي زئبق. اه ايه اللي فوق النقطة؟ زئبق اللي هو الواحد، واحد متر؟ واحد متر زئبق، صح؟ اه. والحتة بتاعت الوتر دي مش هتاخديها معاكي في الاعتبار؟ ماشي، بس ايه علاقتها برضه بي 3؟ ايه؟ علاقتها بي 3؟ استني، بيبقى في حاجه لسه، في لسه حاجه زائد الزئبق، صح؟ اه ماشي. تعالي الناحيه الثانيه، لو انا خدت هنا البوتنشال لاين فين، تمام؟ تمام. هنسميه اي حاجه، بقول النقطه اللي هنا دي او بتساوي اللي هنا. اللي هنا دي بتساوي ايه؟ مش الارتفاع اللي فوقيه ده، واخده بالك؟ اه. الارتفاع اللي انا نازله له ده شايفاه؟ اه. لغايه ما يوصل هنا، صح؟ تمام. فانا سميت اللي اي جزء هنا في المانوميتر الوتر ده سميتها اي حاجه على في النقطه دي اسمها بي 3، تمام؟ تمام. اللي هي بتكافئ مين؟ بتكافئ الراما ووتر في الارتفاع الصغير، ماشي؟ تمام. خلاص دينا النقطه الثانيه بي 3 بتساوي 4، كافئتها زي ما انتم شايفين، خلصتها مع بعض. بص انتوا عشان بس لسه النهارده اول مره، شوفوا بعد كده هنعمل ايه، يعني شوفوا المساله اللي بعدها هتلاقي الدنيا مشيت شويه. عندي خلصتها مع بعض وعوضت عن الجاما ووتر ب 9810، ابتديت ايه وقعت جبت الديفرنس ما بين البي هنا ناقص البي بي، تقلنا الدنيا شويه. بصوا بقى معايا المسائل دي مسائل الامتحانات، بقول لي هنا اكلوزد تانك خزان مقفول is divided منقسم into compartments، يعني ايه منقسم؟ في جزء هنا وفي جزء هنا زي ما انتم شايفين. بيقول لي كان في واحد كونتين اويل، ماشي، والتاني كونتين ووتر، وفي زي ضغط فراغ او ضغط اير فوق، فيها مشكله كده خزانين واحد الاثنين مع بعض divided. بيقول لي الخزانين دول كان في واحد مليان اويل ووتر، واحد اويل والتاني ووتر، وبيقول لي كانوا متصلين بمانوميتر تحت كده، وكان الاس جي بتاعها مديلك بقى مستقبل مديلك اتنين، خلاص هو براحته بقى مديني اللي مدوني، تمام؟ يعني ما قالكش صريحة، ده قالك سائل ليه كثافة اتنين، خلاص؟ والووتر اهو فوق شوية والاويل خفيف برضه طلع فوق، تمام؟ بيقول لك الضغط اللي كان عند نقطة ايه ايسو هنا اتولد بعد ما يعني حط الاويل بالمنظر ده، اتولد شوية ضغط هواء فوق نتيجتهم في البي اي اللي هي ايه 4 طن على المتر سكوير. بيقول لي الناحية التانية كان برضو ضغط البي جاي 2 طن، عادي مديني يبقى كده مديني البي اي ناقص البي بي مداني صريحة، عايز ايه هو؟ عايز الديترماين اللي هو الاتش ده، الاتش ده، او يقول لك مثلا في مسألة تاني عايز المنسوب الاليفيجن يجي زي ما يجي، يقول لك عليها هنعمل نفس اللي هنعمله ده. اول حاجه بشوف ايه؟ بنشوف فين السائل
اللي توفر فيه الثلاث حرائق فين وهنا؟ ده هنا ايه؟ كل ده السعر اللي هو اس جي دي 2 صح كده؟ لغايه هنا ينفع اخده هنا؟ هنا ووتر وهنا التساقط 2 ده ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. لا اشوف مين؟ اشوف واحد واثنين ايه اللي ينفع اخدهم. ينفع اخده هنا وينفع اخده هنا على فكره، بص كده تحت مش ينفع اخده تحت برضو؟ ما السائل ساكن اهو متصل ما فيهوش حاجه، ساكن ومتصل و100 100 ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. بس في ايه بقى عندك عشان الناس تركز؟ انا مش مدياك هنا ارتفاع ولا حاجه تقدر يعني تعوض بيها، فافضل لك ما تخشش معاك في الايه في الحسبانيه اللي تحت. ماشي، اقول بي واحد بيساوي بي اتنين. تعالوا نشوف بقى اهي، اهي بي اتنين بيساوي بي واحد. انا بحب ابديها يعني من الايه من الشمال، بي اتنين اللي فوقيه كله نكتب واحده واحده مع بعض بيساوي مين؟ بي اتنين اللي فوق كله بيساوي البي اي صح كده، زائد البي اويل اللي هو ايه راما اويل في الارتفاع 3.5، زائد البي بتاعه الاس جي ده اللي هي راما اس جي في الارتفاع اتش اللي انا عايزه اللي انا مش عارفه. دي لغايه هنا خلصنا نقطه 2. بي واحد بيساوي ايه اللي فوقيه برضو بيساوي البي بي زائد الراما ووتر في الارتفاع ده كله اللي هو كام؟ 2 زائد الايه الاتش. اخلصهم مع بعض هجيب ايه؟ هجيب عندي الاتش بتاعتي. تمام، عندي هنا فاكرين الراما في حاله الطن بكام؟ الراما في حاله الطن بكام؟ الراما ووتر في حاله الطن بكام يا والناس ذاكرت؟ بواحد. الراما ووتر في حاله الطن بواحد. تمام كده اهي ماشي، نصعب الدنيا شويه. انا معلش انا اسفه يا دكتور. خلاص اه خلاص مش بص يا باشمهندسين عشان نعم احنا صعبنا الدنيا بما فيه كفايه. نعم نعم يا باشمهندسين. دكتور هل الماده دي رياكتر؟ صعبنا الدنيا بما فيه كفايه والله ما سمع حاجه. يا دكتور المادة ليها كتاب؟ ايه؟ المادة ليها كتاب؟ المادة ملهاش كتاب، بس أنا باخد من كتب واديت ل اديت لمين؟ حد جه خد الريفرنس بتاعتي ومدياله بي دي اف يبعته له. تمام، مدياله كتاب بي دي اف وكتاب فيه عربي برضه. تمام؟ محدش بعت الحاجات. نعم؟ محدش لسه بعت الحاجات. طيب ماشي، انا ممكن اظبط لكم الدنيا كده، اعمل لكم زي النوتس كده فيها مسائل اوكي اللي هي الريفيجن يعني. ماشي طيب يا دكتور معلش، هي الريفيجن هتبقى ينفع تبقى الاسبوع الجاي على اللي احنا اخدناه لغايه دلوقتي لان في حاجات كتيره وقع. ربنا يسهل. طب بس معلش ممكن بعد اذنكم لازم نطلع عشان الدكتور انا في القاعه دي هنقل في قاعه ثانيه، فالمحاضره دلوقتي خلصت ونكمل الاسبوع الجاي بتاعه الضغط دي تاني. ماشي تمام يا دكتور. معلش سلام عليكم كده ربع ساعة وهرجع تاني، أوكي؟ هنقل بس يعني، ماشي؟ يلا سلام.